واحنا بنتكلم وقلنا انه الرئيس لما كان في انجولا فاتكلم على السودان بالتحديد. في الشأن السوداني فخامة الرئيس السيسي قال ان الصراع في السودان انا اسف اثر على مصر بشكل كبير جدا، خصوصا انه خلال الثمان اسابيع اللي فاتوا تقريبا الشهرين اللي فاتوا فوصل لمصر حوالي 200 ألف من المواطنين السودانيين على الحدود المصرية. طيب في الـ في الـ في الـ في القضايا اللي بهذا الشكل وبهذه الحساسية خلينا نسمع الرئيس نصا بس قال ايه. ايضا مع فخامة الرئيس على المستوى يعني الدولي والقاري على سبيل المثال، والقضايا اللي بتشغل منطقتنا وقارتنا الأفريقية وأهمية استعادة الاستقرار واستعادة السلام في الدول التي تعاني، زي ما ذكر فخامة الرئيس وزي ما بنأكد هنا، سواء كان في يعني دول زي الصومال أو الكونغو أو دول الساحل والصحراء وليبيا ويمكن أخيرا السودان، واتفقنا على أن أهمية أن احنا مهم جدا جدا أن احنا نبذل كل الجهد ونسعى جهودنا من أجل استعادة الاستقرار، وأيضا إعطاء رسالة لهذه الدول. وإحنا هنا بنتكلم على السودان تحديدا لأن ده آخر يعني مشكلة تفجرت خلال الثمان أسابيع اللي فاتوا، أهمية يعني إيقاف إطلاق النار والدخول في تفاوض لإنهاء هذا الصراع اللي إحنا بنقول في مصر يمكن خلال يعني الكم أسبوع دول إحنا بنتكلم في 200 ألف دلوقتي، مش كده؟ 200 ألف، أكتر من 200 ألف من أشقائنا السودانيين نزحوا إلى الحدود المصرية، وده أمر طبعا ناجم عن الصراع، وهو إحنا شفنا ده أيضا وتأثرنا بيه. أنا بتكلم هنا على مصر تحديدا، وبرضو لما الأزمة في ليبيا خلال العشر سنين اللي فاتوا كان برضو كان ليها تأثير، وبالتالي التجربة بتقول إن استعادة الاستقرار والسلام أهم تحرك ممكن نتحرك فيه سويا وعلى مستوى القارة وعلى مستوى الجامعة العربية من أجل إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.